ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ التوتوريال بتاعنا النهارده هيكون عن الفيس ترانسفورميشن، اللي هو تاني حاجه بعد السوليديفيكيشن على طول. لو انتوا فاكرين واحنا بنتكلم على السوليديفيكيشن، قلنا ان هو سبيشال كيس من الفيس ترانسفورميشن، ان انت بيبقى عندك ليكويد وبيتحول لسوليد، فسميناها سوليديفيكيشن. اتفقنا ان في شويه كاينيتكس لعمليه الفيس ترانسفورميشن. اتفقنا ان على الاقل 1 نيو فيز از فورمد، لازم نيو فيز تتكون، واكيد هيبقى ليه different properties عن ال parent phase زي ما اتفقنا. تاني حاجة، احنا عارفين ان ال phase transformation ما بيحصلش instantaneously، ما بيحصلش لحظيا، لازم بياخد وقت عشان يحصل، تمام؟ واتفقنا ان هو بيعدي مرحلتين. اول مرحلة هي ال nucleation، اللي هو بداية تكوين new nuclei او انوية جديدة من ال new phase. والمرحلة التانية هي ال growth بتاعت ال nuclei اللي اتكون، ان السايز بتاعه يبدا يزيد تدريجيا مع الوقت. وامتى بنقول الترانسفورميشن از كومبليت؟ لو الجروث بتاع النيو فيز فضل يحصل لحد الايكوليبريم عندي، وكل الليكويد فيز او كل الفيز الاولانيه البيرنت فيز اتحولت للفاينل فيز. امثله على الفيز ترانسفورميشن، احنا قلنا عمليه السوليفيكيشن طبعا واحده من اشهر عمليات الفيز ترانسفورميشن وبتهمنا زي ما اتفقنا، لان احنا في كومبوننتس كتيره جدا بنعملها بالكاستنج، فبيهمني دايما عمليه السوليديفيكيشن. طيب، هل عمليه السوليديفيكيشن مقتصره على الترانسفورميشن من سوليد لليكويد او ليكويد لجاز وكده؟ لا، برضو عندنا في الفيز دياجرام لما احنا شفنا، لقينا ان عندنا الاوستينايت اللي هو سوليد سوليوشن فيز من الايرون والكربون، بيقدر يتحول ل تو ديفرنت فيزز، تو ديستينكتيف فيزز، اللي هم الفرايت الفا والسيمنتايت اللي هو اف اي 3 سي، والرياكشن دوت بيحصل تحت اليتكتويد تمبريتشر. زي ما انتم شايفين الاوستينايت اللي هو فيه 0.76 ويت بيرسنت كربون، لو انت جيت بردته هيتحول لفيرايت اللي فيه لو كربون بيرسنت، ولسمنتايت اللي هو ليه هاي كربون بيرسنت، والاثنين ليهم ديفرنت بروبرتيز عن الاوستينايت اللي هو في الاول. وزي ما انتم شايفين الرياكشن ده ريفرسبل، يعني لو انت في الاتجاه دوت في اتجاه الكولينج بيظهر عندك تو فيزز، لو انت في اتجاه الهيتنج بيظهر عندك السوليد سوليوشن اللي هو الاوستينايت. طيب، زي ما اتكلمنا الترانسفورميشن عمره ما بيحصل لحظيا، لازم بياخد وقت عشان يحصل، واتكلمنا ليه. لو انت فاكر الفيز او الاكوليبريم فيز دياجرامز اللي احنا اتكلمنا عليه السنه اللي فاتت في سنه اولى، انت كان دايما بيفترض ان انت عندك فيري سلو كولينج، التبريد بيحصل ببطء جدا جدا جدا، وبالتالي معدل التبريد بيكون قليل مش عالي. وبيفترض دايما ان الوقت مش حاجه مهمه، ما بتفرقش في عمليه الترانسفورميشن، بس مش ده اللي بيحصل في الواقع. دايما في الواقع في الفيس ترانسفورميشن، الفيس ترانسفورميشن دايما معتمد على الوقت اللي انت بتعمل فيه عمليه الترانسفورميشن، او على الريت اوف ترانسفورميشن. انا يهمني اقول لك ان التايم هنا بياكت ان هو واحد على، او هو واحد على ترانسفورميشن ريت. يعني لو انت بتقول ان البروسيس بتاخد وقت كبير، ده معناه ان الكولينج ريت بتاعك ايه؟ قليل. والعكس صحيح، لو البروسيس بتاعتك بتاخد وقت قليل، ده معناه ان الكولينج ريت بتاعك ايه؟ عالي. وبالتالي الاكوليبريم او الفيز دياجرام هنا ما ينفعش ان انا اتعامل معاه، فظهر دياجرام جديد بنسميه تايم تمبريتشر ترانسفورميشن دياجرام، او التي تي تي كيرف، زي ما احنا هنشوف قدام. طيب، اللي على الشمال دوت الايكوليبريم دياجرام او الايكوليبريم فيز دياجرام اللي انت شفته قبل كده في سنه اولى، وظاهر فيه الليكويد انيشالي، بعدين هنا عندك فيز الاوستينايت، هنا اوستينايت سيمنتايت، هنا اوستينايت زائد ليكويد، هنا الجزء اللي هو البريتكتيك رياكشن، هنا اليوتكتيك رياكشن، وهنا اليوتكتويد رياكشن. لو انت بص في الراجل دوت بيظهر لك كل او فيري ديفرنت كومبوزيشن، بدايه من 0 كربون بيرسنت لحد 6.7 كربون بيرسنت. يعني هنا بيظهر لك اليوتكتويد رياكشن، بيظهر لك الهايبو يوتكتويد، بيظهر لك الهايبر يوتكتويد الويز. اما الناحيه الثانيه تي 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 كيرف شكله بيبقى عامل زي كده. الريليشن بتبقى ما بين التمبريتشر درجه الحراره والتايم، لان التايم هنا عندي عامل مؤثر. طيب، اما الكومبوزيشن فين؟ لا، الكومبوزيشن بيبقى عندي ديفرنت فيز دايجرام لكل كومبوزيشن. يعني لو انا هتكلم على اليوتكتويد كومبوزيشن اللي هنا، هيبقى ليه فيز دياجرام اللي هو الراجل ده. طيب، لو انا هتكلم على حاجه هايبو يوتكتويد هيكون ليه فيز دياجرام مختلف، لو هايبر يوتكتويد هيكون ليه فيز دياجرام مختلف على حسب الكربون بيرسنت اللي موجود عندي.
طيب لو احنا جينا نقارن ما بين الاكوليبيوم دياجرام والتي تي تي دياجرام او تي 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 كيرف، هتلاقي ان الاكوليبيوم دياجرام العلاقه كانت ما بين التمبريتشر والكومبوزيشن، يعني الكومبوزيشن بتتغير والتايم irrelevant. اما هنا العلاقه ما كانت ما بين التمبريتشر والترانسفورميشن تايم، الزمن اللي بيحصل فيه عمليه الترانسفورميشن، وبيحصل او يعني بيبقى عندي كيرف لكل كومبوزيشن زي ما انت شايف، there is a diagram for each composition، كل كومبوزيشن ليه diagram مختلف. اما هنا هو بيظهر لك الديفرنت كومبوزيشن، يوتكتويد هايبر يوتكتويد هايبر يوتكتويد، بيظهر اي كاربون بيرسنت. واتفقنا ان هنا التايم irrelevant بافتراض ان الكولينج ريت فيري فيري لو. اما هنا التايم لا هو عامل مؤثر، والكولينج ريت مؤثر جدا جدا جدا. وهنا بيظهر لك الايكوليبريم فيزز، الفيز اللي بتظهر نتيجه الايكوليبريم، هنا بيظهر الايكوليبريم فيزز والنون ايكوليبريم فيزز كمان. طيب عشان نقدر نتكلم في الفيز ترانسفورميشن محتاجين ان احنا نبص على كل فيز موجوده عندي في التي تي تي دياجرام. بداية انا عندي حاجة اسمها الاوستنايت، ودوت بيظهر فوق تمبريتشر 723 او 727 سلسيوس، مش تفرق كتير. انا يهمني اقول لك ان هو فوق درجة الحرارة اللي هي توكتويد تمبريتشر، هو ستيبل، هو مع يعني هو ما فيهوش مشكلة، هو هيفضل موجود لو انت فضلت محافظ على درجة الحرارة. الراجل ده خصائصه ايه؟ هو فيري سوفت وميليبل، يعني هو السترينث بتاعه قليل، الدكتيليتي بتاعته عالية، قابلية التشكيل بتاعته عالية جدا جدا جدا. وعشان كده احنا لما بنعمل فورمنج بنعمل هوت فورمنج للحديد فوق اليوتكتويد تمبريتشر، لان هو في الحاله دي بيبقى فيري مالبل وسهل جدا ان احنا نشكله. وانا يهمني اقول لك ان هو بدايه اي عمليه هيت تريتمنت للستيل، ان انا بعمل عمليه اوستنيتايزيشن، ان انا بحول الالوي بتاعتي للاوستنايت وبعد كده ببدا اتحكم فيه براحتي. طيب الاوستنايت تحت درجه الحراره اللي هي اليوتكتويد تمبريتشر اللي هي هتكون 727 سلسيوس، في الحاله دي هو بيكون unstable phase، هو لازم عايز يتحول لاي phase تاني، ما بيعرفش يحافظ على نفسه عن درجه الحراره دي الا في cases معينه ان احنا بنحط بعض الاديتيفز اللي بتخليه stable تحت اليوتكتويد temperature. لكن لو الاديتيفز دي مش موجوده هو دايما عايز يتحول لايه؟ ل stable phase. واول ما بيتحول ل stable phase خلاص بيمنتين النيو phase ديت وما بيتغيرش مع الوقت. يعني نفترض ان الاوستنايت بتاعي اتحول لفيرايت وسمنتايت، هيفضل محافظ عليهم مش هيتغيروا بعد كده الا لو انت عملت ايه؟ عملت ترانسفورميشن من جديد. طيب تاني واحد عندي اللي هو البير لايت، واللي احنا اخدناه السنه اللي فاتت. البير لايت هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ستيبل فيز اوف فيرايت اند سمنتايت مترتبين في شكل لاميلرز او في شكل شرايح كده مترتبه ما بينهم وما بين بعض زي الشكل ده. الراجل دوت بيبدأ يظهر ما تحت اليوتكتويد تمبريتشر لحد 540 درجة. طيب احنا لو انت فاكرين ان احنا قلنا عند درجة حرارة عالية قريبة من اليوتكتويد تمبريتشر بيتكون عندي حاجة اسمها كورس بير لايت. طيب ليه بيحصل كده؟ لان عند درجة حرارة عالية بيكون في a small number of stable nuclei اتكون، عدد قليل، بس نتيجة درجة الحرارة العالية بيبقى فيه high diffusion rate، فبالتالي بيبقى عندي لو جرين سايز زي ما انت شايف، او لو جرين نمبر اللي هم الثلاثه دول بس ليهم جرين سايز ايه؟ كبير. فعشان كده سميناه كورس بير لايت. طيب لما تقل بقى درجه الحراره، لما تقرب من ال 540 درجه، بيبدا يتكون عندي حاجه اسمها فاين بير لايت. الفاين بير لايت بيتكون ليه؟ لان تحت درجه الحراره اللي هي 703 او 727 بشويه بيظهر لارج نمبر اوف ستيبل نيوكلاي بيتكون، وفي نفس الوقت درجه الحراره القليله ما بتسمحش ان ديفيوجن كتير يحصل، فبالتالي بيتكون عندي large green number يعني عددهم كبير بس السايز بتاعهم بيكون ايه؟ بيكون اقل. وطبعا الجرين سايز بيختلف من الكورس للفاين على حسب الترانسفورميشن تمبريتشر اللي انت بتعملها ما بين 540 او اليوتكتويد تمبريتشر. في الطبيعي او في الوضع العام البير لايت هو strong and tough، بس طبعا الفاينر او فاين بير لايت هيكون اقوى من الكورس بير لايت. طبعا ليه؟ لان الجرين سايز دايما اقل. في فيز تانية جديده بتظهر بنسميها باي نايت. الباي نايت بيبدا يتكون تحت ال 540 درجه وفوق ال 215 درجه. طيب الراجل دوت هو عباره عن ايه؟ برضه هو ستيبل فيز اوف فيرايت اند سيمنتايت، بس ليهم ترتيب مختلف عن الترتيب اللي كان في البيرلايت اللي هو هناك كان لاميلر، لا هنا كان بيبقى عندك نيدل شيب جرينز اوف الفا ماتريكس اللي هو الماتريكس بتاعتك اللي هو الالفا اللي هو الراجل دوت ده كده، او الجزء دوت الجزء دوت الجزء ده بيبقى عباره عن
elongated particles او needle shaped alpha matrix، والبارتكلز بتاعت ال FE3C اللي هو السيمنتايت بتبقى ايه very elongated بالشكل دوت، وهم كل واحد شكل needle shape. الراجل دوت في الطبيعي او في الوضع العام هو اقوى من البيرلايت والسترينث بتاعه اعلى، ودايما ليه جود كومبينيشن ما بين السترينث وما بين الدكتيل، يعني السترينث والدكتيل بتاعتهم الكومبينيشن ككل بيكون افضل من البيرلايت. انا يهمني اقول لك او اوضح لك ان او اذا حصلت على البينايت او البيرلايت او المكان من الاوستنايت خلاص هيفضلوا موجودين زي ما هم، مش هيتحولوا تاني ل الاوستنايت او لاي فيس تانية الا لو انت عملت حولتهم تاني الاوستنايت ورجعت ايه تعمل هيت تريتمنت مختلف. طيب واحد تاني من الفيز اللي ممكن تظهر عندك هي اسمه سفيريودايت، والراجل دوت هو برضه ستيبل فيز من الفيرايت وما بين السيمنتايت، بس برضه اللي بيختلف هو الايه الارينجمنت بتاعت السيمنتايت جوه الفيرايت ميتريكس. هو عباره عن ايه؟ عباره عن الجزء اللي بالابيض دوت دي الميتريكس بتاعت الفيرايت اللي هو الفاتح، والسمنتايت بيبقى واخد شكل سفيرويدز، الاجزاء اللي هي الصغيره المدوره ديت، ده سمنتايت ده سمنتايت ده سمنتايت، عشان كده سميناه سفيرويدايت. الراجل ده تقدر تحصل عليه ازاي؟ تقدر تحصل عنه بطريقتين، لو انت مثلا عندك بير لايت او بي نايت تقدر تسخنه لدرجه حراره قريبه من الايتوكتويد بس تحت منها بشويه، يعني مثلا عند 700 درجه، وتسيب وقت كبير جدا او شويه وقت لحد مثلا 24 ساعه فيبدا يتكون لك ايه سفيرويدايت. او لو انت مثلا عندك اوستنايت في الاول عند درجه حرارته 800 بتبدا تقلل درجه حرارته تبرده لحد 700 و200 درجه حراره 700 لحد وقت كبير لحد ما يتحول لبير لايت، وبعد ما يتحول لبير لايت يتحول لسفيريودايت، وبعد كده تحصل على السفيريودايت فتبرد مش هيفرق معاك اي حاجه. طيب السفيريودايت دوت هو سوفت اند ويك، فانت لو محتاج حاجه ليها دكتيليتي عاليه وليها تفنس عاليه تقدر تستخدمه، بس هيكون ليه سترينس قليل او اقل من البير لايت والبينايت. طيب ايه الفيز الثانيه اللي ممكن تظهر عندك او اللي انت هتشوفه على التي تي تي دياجرام؟ هو المارتن سايت. المارتن سايت بيبدا يتكون عندي لو انا عندي اوستنايت وبردته بسرعه عاليه جدا 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 لدرجه ان انت تقدر او هتمس النوز بتاعت الكيرف. لو انت فاكر الكيرف بتاعك كان واخد شكل كيرف كده، وانت لو انت عملت الهيت تريتمنت بتاعتك بعيد عن الكيرف او عملت الكولينج ريت عالي جدا لدرجه ان انت بعيد عن الكيرف، هتلاقي ان بيتكون عندك حاجه اسمها مارتن سايت. مارتن سايت هو ميتا ستيبل نون ايكوليبريم سنجل فيز. حلو، هو ميتا ستيبل يعني هو مش ستيبل ومش نون ستيبل، هو على وشك ان هو ياخد دفعه يتحول للستيبل فيز، ونون ايكوليبريم لان هو ما بيظهرش مع التبريد الايكوليبريم او التبريد الطبيعي، لا هو ظهر لما انت عملت very rapid cooling، عملت cooling rate عالي جدا جدا جدا، والcooling rate العالي دوت منع انه يحصل diffusion للكربون جوه الاتومز او جوه الماتريكس بتاعت الحديد. يعني الاوستنايت بتاعك المفروض ان هو بيحصل له ترانسفورميشن ان بيحصل diffusion للكربون اتوم، لا انت لما عملت cooling rate العالي دوت منعت الديفيوجن بتاع الكربون اتوم ان هو يحصل، فبالتالي ظهر عندي crystal structure جديد اللي هو body centered tetragonal. البادي سنتر تتراجونال الاتومز الاساسيه اللي فيها الاتومز بتاعت الحديد، والكربون اتومز كانها انترستيشال امبيوريتيز، امبيوريتيز اخذت الانترستيشال بوزيشنز جوه البي سي تي دوت. طيب نتيجه ان الكربون اتومز كلها محبوسه في الانترستيشال امبيوريتيز، ده بيدي المارتن سايت فيري 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 هاي سترينث وفيري هاي هاردنس، بس بالتالي بقى فيري فيري بريتل، بقى قصير جدا جدا جدا، اي لود بسيط تقدر تكسره كانه لوح ازاز. طيب احنا في الوضع الطبيعي بتاعه عمرنا ما هنعرف نتعامل مع المارتن سايت لان هو فيري بريتل، فاحنا بنقدر نحوله لايه؟ بنحوله لحاجه اسمها تمبرد مارتن سايت. بنجيب المارتن سايت وبعدين نعمل عليه بروسيس اسمها تمبرنج، فبيتحول لتمبرد مارتن سايت. الراجل دوت بيبقى ليه تقريبا سترينث وهاردنس قليل بنسبه بسيطه جدا على المارتن سايت، بس بتقدر تاخد منه داكتيليتي اعلى، يعني بتزود الداكتيليتي بتاعته بتقلل السترينث والهاردنس بنسبه بسيطه جدا جدا جدا. والتمبرد مارتن سايت هو بيعبر عن ايه؟ عباره عن ماتريكس من الفيرايت وفي فيري سمول يونيفورملي ديسبيرسد اف اي 3 سي بارتيكلز، يعني بيبقى عندك الماتريكس كبيره بتاعتك الفيرايت، و السيمنتايت بيبقى عباره عن فيري سمول فيري فاين يونيفورملي ديسبيرسد بارتيكلز، بارتيكلز صغيره جدا 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 في السايز ومتوزعه بانتظام، وده اللي بيديله الاسترينس العالي بتاعه. ده شكل المايكرو ستراكشر بتاع المارتن سايت.
النيدلز اللي بالاسود دي المارتن سايت فيز، والرمادي دوت ريتيند اوستنايت، اوستنايت موجود اللي هو ما اتحولش خلال عمليه الكوينشنج بتاعتي. دوت التي تي تي كيرف، وانا يهمني اقول لك ان دي النوز بتاعت الكيرف، هي الجزء او الجزء اللي بالاحمر ده، ده النوز بتاع الكيرف. فلو انت عايز تعمل مارتن سايت تقدر تمس النوز بالشكل دوت زي ما هنشوف قدام لحد ما توصل للمنطقه دي. ده التي تي تي كيرف فور ذا ريتيكتويد كومبوزيشن، ريتيكتويد كومبوزيشن بس. لو كان حاجه هايبر ريتيكتويد او هايبر ريتيكتويد هيكون كيرف مختلف عن ده. الكربون بيرسنت بتاعتي 0.76 ويت بيرسنت، ال N هو النوز بتاعت الكيرف اللي هي المنطقة دي. الخط الأحمر بيبين لك بداية الترانسفورميشن بروسيس، يعني لو أنت دخلت قطعت الخط الأحمر ده معناه الترانسفورميشن بدأ. طيب لو أنت بعدت عن الخط الأحمر ده معناه مفيش أي ترانسفورميشن بدأ. الخط اللي الأزرق دوت بيقول لك إن عملية الترانسفورميشن وصلت ل 50%، حصل 50% ترانسفورميشن. الخط اللي بالاخضر دوت لو انت عديته او انت وصلت له معناه الترانسفورميشن از كومبليت، بقى عندي حصل كومبليت ترانسفورميشن. الخط البرتقاني دوت هو بيبين لك بدايه المارتن سايت ترانسفورميشن، يعني لو انت هنا نزلت تحت الخط دوت بدا يتكون عندي ايه مارتن سايت. والخط الاولاني دوت يعني ده معناه ان 50% عندي مارتن سايت، والخط دوت 90% مارتن سايت، ولو انت نزلت روم تمبريتشر كله ممكن يتحول لمارتن سايت. ويهمني اقول لك ان التايم متعبر عنه باللوجاريتميك سكيل مش سكيل العادي، يعني من هنا من 1 لـ10 ثواني هي الديستنس دي، قدها برضو التايم من 10 لـ100 ثانية، مع ان هما الفرق ما بينهم مش نفس الحاجة، بس على اللوج سكيل هما الاتنين نفس الحاجة. طيب اي هيت تريتمنت ليها ستيبس معينة على الراجل دوت. اول ستيب دايما بتكون ان انا بعمل عمليه اوستينيتايزنج، ان انا بحول الالوي بتاعتي كلها لاوستينايت، ان انا بعلي درجه حراره فوق الليتوكتويد تمبريتشر واسيبها لوقت معين عشان اضمن ان الجزء بتاعي كله حصل له اوستينيتايز. تاني حاجه بعمل رابيدلي كولينج لحد تمبريتشر معين، خلاص على حسب الفيز اللي انا عايز اخدها، يعني انا ممكن اعمل كولينج لحد هنا، او ممكن اعمل رابيد كولينج لحد هنا وبعدين بعد التمبريتشر معينه، او لحد هنا على حسب التمبريتشر اللي عايزه او الفيز اللي انا عايزه. بعد ما بعمل الخطوه دي بسيبها وقت معين عند عند درجه الحراره دي، يعني بثبت درجه الحراره وبسيب لها وقت يحصل فيه عمليه الترانسفورميشن. يعني لو انا نزلت بالراجل ده لحد هنا 600 لازم اسيبه شويه وقت عشان يبدا يتكون ترانسفورميشن. بعد ما يتكون ترانسفورميشن بعمل كولينج للالوي، وانا يهمني اقول لك ان الكولينج بتاع الالوي مش هيفرق معاك في اي حاجه وانس ان الترانسفورميشن تم باكمله. انا بس يهمني اوريك المناطق المختلفه على الليتوكتو او الليتوكتويد كومبوزيشن تي 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 كيرف. هنا في الزون ديت لحد هنا انا عندي اوستنايت، لو انت دخلت في النص يبقى عندك هنا فوق ال 540 درجه بعد الخط الاخضر عندك هنا بير لايت، وكل ما تبقى قريب فوق كل ما يبقى كورس بير لايت، كل ما هتنزل تحت كل ما يبقى فاين بير لايت. المنطقه اللي في النص دي فيها اوستنايت وفيها بير لايت. طيب لو انت نزلت تحت 540 هتلاقي ان هنا عندي باي نايت، بيبدا يتكون باي نايت تحت 540 بعد الخط الاخضر. في المنطقه دي عندي اوستنايت وباي نايت، والخط البرتقالي زي ما قلنا بيبين بدايه المارتن سايت، هنا مارتن سايت زائد اوستنايت، وكل ما تنزل كل ما نسبه المارتن سايت بتزيد والاوستنايت تقل. طيب دلوقتي احنا هناخد شوية أمثلة ازاي نحصل على different microstructures. حلو كده. أول حاجة لو أنا عايز 100% بير لايت، طيب ما ينفعش أسيبها كده، لازم أقول لك أنا عايز كورس بير لايت أو الفاين بير لايت. فأنا احنا هنعمل حاجتين، هنعمل الفاين بير لايت وهنعمل الكورس بير لايت، هنعمل الاتنين. دايما البداية بتاعتي بتكون هي عملية الاوستينيتايزنج اللي هي النقطة اللي بالأحمر دي، ان انا بسخن المعدن بتاعي او الالوي بتاعتي لحد مثلا 780 درجه واسيبها شويه وقت هنا. طيب لو انا عايز اخد مثلا كورس بير لايت، فهسخن لحد درجه حراره اقل بشويه من ال 723 او 727، هخليها مثلا 675، وبعد كده هسيبه وقت عند ال 675، هسيبه شويه وقت لحد ما ايه، لحد ما اعدي الخط الاخضر اضمن ان عمليه الترانسفورميشن كلها حصلت. انا هنا سبته مثلا لحد 10 باور 3 سكند، 1000 ثانيه. بعد ما وصلت كده انا عارف ان كل اللي ظهر عندي هو ايه، كورس بير لايت. هبدا ابرد بقى ايه للروم تمبرتشر. التبريد اللي بيحصل في الاخر دوت مش مهم يكون عامل ازاي، يعني لو الخط دوت كان عامل كده
او لو كان عامل كده مش تفرق معايا في اي حاجه، طالما البيرلايت اتكون هو ستيبل فيز هيفضل موجود. طيب لو انا عايز بقى 100% فاين بيرلايت، فهبدا اعمل ايه؟ هبدا اسخن لحد درجه حراره فوق ال 540 بشويه، هنا مثلا لحد 560. طيب 560 هسيبه شويه وقت، لحد امتى؟ لحد ما اعدي الخط الاخضر بتاع ترانسفورميشن لحد النقطه دي مثلا، يعني انا تقريبا سبته 20 ثانيه. طيب بعد كده هبدا اعمل ايه؟ هبدا اعمل كولينج للراجل دوت، وزي ما اتفقنا الكولينج مش هيفرق معايا، بس انا هنا حصلت على الفاين بيرلايت بتاعه واتاكدت ان الترانسفورميشن خلص. واتفقنا الكولينج ريت مش هيأثر في حاجه لان انا كل البيرلايت عندي اتكاوت. طيب دي عشان انت تحصل على 100% كورس بيرلايت اللي هو اللي بالازرق، او 100% فاين بيرلايت اللي هو اللي بالاخضر. طيب هو قال لك دلوقتي انا عايز 100% بينايت، عايز 100% بينايت، هقدر احصل على 100% بينايت ازاي؟ اول حاجه زي ما اتفقنا بدايتنا هي النقطه اللي بالاحمر دي الاستناتايزنج، بعد كده هبدا اعمل كوينشنج او هبدا اعمل رابيد كولينج لحد درجه حراره اقل من كام؟ من 540. مش تفرق معايا بقى في اي حاجه، ممكن اخليها 500، انا هنا نزلت لحد 450. طيب بعدين هسيبها شويه وقت، لحد امتى؟ لحد ما اضمن ان الترانسفورميشن خلص بعد الخط الاخضر، هنا مثلا انا سبته 100 ثانيه، كده انا ضمنت ان حصل عندي كومبليت بي نايت. وبعد كده زي ما اتفقنا هنعمل ايه؟ هنعمل كولينج لحد الروم تمبريتشر عشان نحصل على البي نايت 100% بي نايت بتاعي، والكولينج ريت مش هيفرق معايا في اي حاجه. زي ما اتفقنا اذا انا حصلت على اي ستيبل فيز سواء البير لايت او البي نايت مش هيحصل لها اي ترانسفورميشن تاني، باختلاف بقى الهيت، باختلاف بقى الكولينج ريت اللي انت عملته هيبقى عامل ازاي. طيب الخطوه اللي بعد كده، لو انا عايز احصل على 100% مارتن سايت، لو انا عايز احصل على 100% مارتن سايت، هحصل على الراجل ده ازاي؟ الخطوط اللي الاربع خطوط اللي مرسومين دول كلهم مارتن سايت، باختلاف بقى ايه اللي حصل. يعني اول خطوه احنا قلنا ان النقطه الحمراء ان انا اعمل اوستنتايزنج عن 780 درجه لوقت معين. بعد كده اللي انا بعمله ايه؟ اللي انا الاوبجيكتيف بتاعي ان انا امس النوز بتاعت الكيرف، ان انا ابعد عن النوز بتاعت الكيرف عشان اضمن ما فيش اي ترانسفورميشن بيحصل. فببرد باي كولينج ريت بالشكل دوت، يعني الخط اللي بالاسود ده كولينج ريت في ثانيه مثلا، ان انا عملت كولينج في ثانيه من درجه حراره 780 لحد الزيرو، ما خدش اكتر من ثانيه. طيب الخط اللي بالاحمر دوت هو كولينج ريت اقل شويه بس ستيل برضو ما خبطش في الكيرف، الخط اللي بالابني كولينج ريت اقل برضو بس ما حصلش من الكيرف، ما خبطش في الكيرف وما ظهرش عندي اي فيس تاني. الخط البنفسجي مثلا انت نزلت تحت وفضلت لحد هنا مش هيحصل اي ترانسفورميشن طول ما انت واقف في الوقت دوت، طالما ما خبطتش فين؟ في الكيرف الاحمر، انت طالما بعيد عنه لسه عندك اوستنايت. بعد كده تبدا تعمل كولينج يتحول لايه؟ لمارتن سايت. فاي خط من الخطوط ديت يقدر يحول لي المارتن سايت فيز بتاعي. طيب دلوقتي لو انا مثلا عايز 50% 50%، عايز اكتر من كومبوزيشن واحد، يعني انا مش عايز كومبوزيشن واحد، عايز اكتر من كومبوزيشن، يعني عايز مثلا الالوي بتاعتي زي ما انت شايف هنا 50% بي نايت و50% مارتن سايت، فبعمل ايه؟ زي ما اتفقنا اول خطوه دايما هي ثابته، بعد كده ببدا اعمل رابيد كولينج تحت درجه الحراره اللي هي 540 عشان اوصل على البي نايت مثلا 450، واسيبها شويه وقت، الوقت دوت قد ايه؟ لحد ما اوصل ل 50% ترانسفورميشن لحد النقطه دي. حلو كده؟ طيب انا وصلت ل 50% في وقت قد ايه؟ في تقريبا 10 ثواني، يبقى انا هسيبه لمده قد ايه؟ لمده 10 ثواني. طيب واخد الباقي دوت، انا دلوقتي عندي 50% من الاوستنايت اتحول لبيناي وال 50% لسه اوستنايت، وانا عايز احوله لايه؟ لمارتن سايت. فهحوله لمارتن سايت ازاي؟ ان انا اعمل له كوينشنج بسرعه جدا جدا جدا، فيبدا يتحول ايه؟ الاوستنايت الباقي ليه؟ مارتن سايت. زي ما انت شايف هتعمل كوينش ذا الوي تو ذا روم تمبريتشر، كل الريميننج اوستنايت هتتحول لايه؟ مارتن سايت. طيب شويه ملاحظات على التي تي تي دايجرام. اول حاجه خلال عمليه خلال الرياكشن بتاعك او ترانسفورميشن، انت بتهولد التمبريتشر كونستانت، بتسيب درجه الحراره ثابته لمده وقت معين، وبنسميه ايزوثيرمال ترانسفورميشن، عند درجه حراره ثابته. تاخد بالك برضو ان التايم احنا بنعبر او بيتعبر عنه على لوجاريتميك سكيل مش السكيل العادي، ولازم تعرف اللوجاريتميك سكيل تتعامل معاه ازاي. برضو يهمني افكرك ان في there is a certain TTT curve for each alloy of different composition،
لو انا عندي 0.76 ويت بيرسنت ده اليوتكتويد كومبوزيشن، ده الكيرف اللي احنا شفناه. طب لو كان هايبويوتكتويد كومبوزيشن مثلا، هيبقى عندك الكربون بيرسنت اقل من 0.76، فيبدا يظهر ايه لو انت فاكر من السنه اللي فاتت، برويوتكتويد في الرايت او برويوتكتويد فين، اللي هي هنا هيكون عندي برويوتكتويد في الرايت لو هو هايبويوتكتويد. لو كان هايبر يوتكتويد والكربون بيرسنت اقل من 0.76، هيظهر عندي برويوتكتويد سيمنتايد. الفيز اللي هتظهر قبل اليوتكتويد ريأكشن هتكون سيمنتايد. واخر نقطه محتاج انبهك ليها، ان الستارت بوينت بتاع اي معالجه حراريه هي دايما الايه، السنجل فيز ستيبل اوستينايت، لازم اعمل عمليه اوستينايزنج. طيب ده الكيرف بتاع هايبويوتكتويد كومبوزيشن، كومبوزيشن معين بس ايه، بس هايبويوتكتويد، الكربون بيرسنت قد ايه، 0.45 ويت بيرسنت. هتلاقي ان في منطقه جديده ظهرت، طبعا ده الاوستينايت، منطقه الاوستينايت، المنطقه دي بيرلايت، المنطقه دي باينايت، المنطقه دي بتاعت المارتن سايت. في منطقه جديده ظهرت اللي هي الجزء دوت، الجزء دوت هو اوستينايت زائد برويوتكتويد في الرايت اللي هي ايه زائد ايه، اللي هي المنطقه دي. واتفقنا ان الاف ديت هي بتعبر عن البرويوتكتويد فيس فورم اللي هو برويوتكتويد في الرايت. انا بس يهمني اعرفك، انت مثلا احنا بادئين عند درجه الحراره دي، وصلنا لحد 700، وقفت لوقت معين، طالما دخلت في الفيس ديت ظهر عندي برويوتكتويد في الرايت ومعايا لسه اوستينايت. طيب وانا مكمل كده لسه برضو البرويوتكتويد في الرايت عمال يزيد والاوستينايت عمال يقل، لحد ما ابدا اخش هنا مثلا الاوستينايت او الفرايت كله خلاص ثابت، بيبدا يتكون عندي ايه، الاوستينايت اللي متبقي بيبدا يتحول جزء منه للبير لايت. طيب إيه؟ بتبدا تزود وقت لحد ما تعدي الخط الاخضر، الاوستينايت كله بيتحول لايه، لبير لايت. فالفيز اللي هتكون مع موجوده عندك هي ايه، البرويتوكتويد في الرايت اللي هو الراجل ده، ومعاك كمان البير لايت. يعني زي ما كنت لسه بقول لك، الفرايت هو ستيبل فيز، اذا اتكون خلاص هو مش هيتحول لاي فيز ثاني الا لما تعمل له اوستينيتايزنج من جديد. وزي ما اتفقنا الوقت بيتعبر عن ايه، عن لوجاريتميك سكيل، فتبقى واخد بالك من النقطه دي. طيب شا اول سؤال عندك في الشيت، هو بيقول لك make a copy of the Ivo-Sirmer transformation diagram for the iron carbon alloy of eutectoid composition زي اللي هو مديهولك دوت. هو بيقول لك ارسمه يعني في كراسه الاجابه بتاعتك. انت ممكن بكل بساطه تطبعه وتبدا تشتغل عليه عادي، مفيش مشكله. هو بيقول لك بقى وطالب منك ايه، sketch and label، يعني هترسم sketch على الجراف بتاعك، وهتليبل التايم temperature path، الطرق اللي انت هتمشي عليها على الدياجرام عشان تطلع المايكرو ستراكشرز المختلفه دي. اول واحده 100% fine pear light، تاني واحده 100% tempered martin site مش martin site عادي، واخر واحده اللي هو 50% coarse pear light، 25% bainite، 25% martin site. طيب لو احنا هنتكلم على ال 100% fine pear light، وده احنا عملناه، احنا اتفقنا بدايتنا هتكون دايما تقريبا 780 درجه، فهنبدا عن 780 درجه complete austenite، وهتبدا تعمل له كولينج لحد فين، لحد اي درجه حراره فوق ال 540، ونفترض اللي هي 560. بعد كده هتثبت ال 560 دي عند وقت معين لحد ما تخرج بره بتاع النوز بتاع الكيرف، يعني مثلا لمده 10 ثواني. وبعد كده تبدا تعمل ايه، كولينج لحد ما توصل ايه للروم تمبريتشر، وعندك 100% فاين بير لاين. طيب الثاني اللي احنا هنعمله هو 100% تمبرد مارتنسايت. عشان احصل على التمبر مارتن سايت لازم اولا احصل على المارتن سايت العادي، فانيشالي انا بادئ عن 780 درجه، هبدا اعمل رابيد كولينج لحد الروم تمبريتشر. كده انا وصلت لحد ايه، كده انا عندي مارتن سايت. طيب بنتعامل ازاي مع المارتن سايت، نحوله لتمبر مارتن سايت؟ ببدا ارفع درجه حرارته فوق درجه حراره المارتن سايت ستارت لحد هنا مثلا، وابدا اسيبه ايه شويه وقت لحد ما يتحول لتمبر مارتن سايت، وبعد كده ببدا اعمل له ايه، ببدا اعمل له كولينج. اخر واحده هو عايز 50% كورس بير لايت، 25% باينايت، 25% مارتن سايت. طبعا انا عارف ان انا هنا برسم على الهوا، بس الانسر موجوده في الفايل او في السلايد اللي بعد دي. طيب اخر واحد عايز 50% كورس بير لايت، 25% باينايت، 25% مارتن سايت. طيب الترتيب المنطقي للحاجه اللي انا هحصل عليها هو ان انا اول حاجه هحصل على البير لايت، بعدين هنزل احصل على بينايت، بعدين الاوستينايت المتبقي هحوله لايه، لمارتن سايت. طيب انا بادي عن 780 زي ما اتفقنا، هبدا انزل لحد درجه حراره قد ايه، تقريبا فوق ال 560،
نقول مثلا 570 او حاجه، او فوق 540 يعني، ممكن نقول 550 560. طيب هنكمل عمليه الترانسفورميشن لحد فين؟ لحد 50% بير لايت، يعني نقول مثلا لمده 3 ثواني، او لمده 4 ثانيتين 3 ثواني. طيب لو انا عملت كده هيبقى عندي 50% فاين بير لايت، وال 50 الباقيين عندي ايه؟ مارتن سايت. طيب ال 50 الباقيين مارتن سايت انا عايز احول 50% منهم لبي نايت، فهبدا اعمل ايه؟ هبدا انزل بدرجه الحراره بتاعتي تحت البي نايت تمبريتشر. في الحاله دي انا معايا اوستنايت، فالاوستنايت كانه بيبدا رجع وقت من جديد، يعني انا هبدا انزل من درجه الحراره دي لحد هنا مثلا، والوقت بتاعي هيبدا ينزل من جديد او يبدا يعد عليا من جديد، لان هو اوستنايت لسه ما اتحولش. فهتلاقي ان اترسم داش لاين ان انت نزلت لحد درجه حراره 400 والوقت بتاعك رجع لايه؟ رجع لزيرو تاني. طيب هتعمل ايه بعد كده؟ هتبدا تمشي لحد ما تحصل على 50% من ال 50% الباقيين من الاوستنايت بي 9، يعني هتبدا تمشي بعمليه الترانسفورميشن لحد ايه؟ لحد الخط اللي بالازرق دوت. كده انت معاك 50% بير لايت و50% اوستنايت، اتحول 50% منهم لبي 9، فمعاك ايه؟ 25% بي 9، ولسه باقي معاك 25% ايه؟ اوستنايت، وانت عايز تحوله لايه؟ لمارتن سايت، فتبدا تعمله ايه؟ كوينشنج تو ذا روم تمبريتشر، فبالتالي تحصل على ال 25% مارتن سايت. والحل او بيت الحل هنشوفه على الرسمه في السلايد اللي جايه. ده الانسرز بتاعتي. اول حاجه 100% فاين بير لايت، هو الراجل ده نزلت درجه الحراره دي، ثبت درجه حراره لحد ما الكومبليت ترانسفورميشن حصل، وبعد كده نزلت بالتمبريتشر بتاعتك لحد الروم تمبريتشر. تاني حاجة 100% tempered martin site، نفس الكلام، دي نقطة البداية، هتبدأ تنزل بدرجة الحرارة لحد room temperature تحصل على 100% martin site. طيب بعد كده بتبدأ تعمل له ايه؟ بتبدأ تسخنه تاني لحد درجة حرارة فوق ايه؟ فوق المارتن سايت ستار، وبتسيبه فترة شوية من الوقت، بعد كده بتبدأ تعمل له ايه؟ تعمل له كولينج، فيبدأ يتحول عندك لايه؟ لتمبرد مارتن سايت. اخر واحد اللي اتكلمنا عليه، عايز 50% كورس بير لايت، 25% باي نايت، و25% مارتن سايت. ودي يمكن انا كنت اتلخبطت فيها وانا بشرحها في السلايد اللي فاتت، لان هو كان عايز كورس بير لايت مش فاين بير لايت، انا اشتغلت ان انا فاين بير لايت، بس لا، هو عايز 50% كورس بير لايت. فهتبدا بدايتك 780 درجه، تبدا تبرد لحد 675 مثلا، وهتثبت لحد فين؟ لحد 50% من الموجود عندي يتحول لبير لايت، والباقي لسه اوستنايت، وهتبدا تنزل بدرجه الحراره بسرعه لحد ايه؟ لحد 450 مثلا. طيب لو انت باصص هنا، لو انت هتكمل بعد دوت، الوقت بتاعك هيكون مش مظبوط. فاحنا بنفترض ان الاوستنايت رجع للتايم بي ايه؟ للزيرو، على الخط الداش دوت زي ما انت شايف، للتمبريتشر بتاعتي. ففي الحاله دي انا بتعامل مع ايه؟ مع اوستنايت. هو 50% من الكومبوننت اوستنايت، بس هو ستيل اوستنايت، فبيبدا يعد الوقت من جديد. وانت عايز تحول 50% من الباقيين لايه؟ لبي نايت، فتبدا تعمل عمليه الترانسفورميشن لحد ما توصل ل 50% بي نايت، فيبقى عندك دلوقتي 25% بي نايت و25 اوستنايت لسه، فتبدا تعمل له كوينشنج تو ذا روم تمبريتشر، يدي لك ايه؟ يدي لك ال 25% الاوستنايت الباقيين يتحولوا لمارتن سايت. طبعا على حسب بقى الالويز المختلفه اللي انت تقدر تعملها، ممكن يطلب منك اي حاجه، وهتلاقي ان في عندك اكزامبلز محلوله موجوده عندك في مرفوعه يعني على بلاك بورد. لو في اي اسئله، احنا هنعمل ديسكشن بورد على بلاك بورد خاصه بالتوبيك بتاع الفيس ترانسفورميشن، وتقدروا انتوا ترفعوا اسئلتكم عليها واحنا هنجاوبكم ان شاء الله.